إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد عباد الله، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العزيز الحكيم. إخوة الإيمان، تعالوا معي لنشنف مسامعنا بسماع تفسير هذه الآية القرآنية العظيمة: سبحان الذي أسرى بعبده. سبح الله تعالى، أي بعده ونزهه عما لا يليق به من شبه المخلوقات وصفاتهم كالحجم اللطيف كالنور والهواء والظلام، والحجم الكثيف كالبشر والشجر والحجر، وصفاتها كالألوان والحركات والسكنات. كل ذلك نزه الله نفسه عنه بقوله: ليس كمثله شيء. سبحان الذي أسرى بعبده، أي بمحمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد قيل في تفسيرها: لما وصل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في المعراج، أوحى الله سبحانه إليه: يا محمد، بماذا أشرفك؟ قال: بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية. فأنزل الله قوله: سبحان الذي أسرى بعبده. معناه أن هذه النسبة نسبة النبي إلى ربه بوصف العبودية، غاية الشرف للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عباد الله كثير، فلما خصه في هذه الآية بالذكر؟ ذلك لتخصيصه بالشرف الأعظم. اللهم انفعنا ببركات هذا النبي العظيم، واحشرنا تحت لوائه يا أرحم الراحمين. وأما قوله تعالى: الذي باركنا حوله، قيل لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة، إنه الأقصى المبارك. إخوة الإيمان، إنه الأقصى الأسير، رده الله إلينا ردا جميلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، أي ما رأى تلك الليلة من العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله عز وجل. فلقد رأى صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى بيت المقدس الدنيا بصورة عجوز، ورأى شيئا متنحيا عن الطريق يدعوه، وهو إبليس، وكان من الجن المؤمنين في أول أمره، ثم كفر لاعتراضه على الله. وشم صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة عطرة من قبر ماشطة المؤمنة الصالحة التي ثبتت على الإسلام في وجه الطاغية الظالم فرعون، فقتلها وأولادها، وجمعت عظامها وعظام أولادها في قبر واحد. فرسول الله شم من قبرها رائحة طيبة كأنها تقول: السلام عليك يا محمد، يا رسول الله، أنا على دينك يا محمد. ورأى قوما يزرعون ويحصدون في يومين، فقال لهم جبريل: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله.
وأرأى أناسا تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار. قال له جبريل: هؤلاء خطباء الفتنة، يعني الذين يخطبون للشر والفتنة، أي يدعون الناس إلى الضلال والفساد والغش والخيانة. ورأى ثورا يخرج من منفذ ضيق ثم يريد أن يعود، فلا يستطيع أن يعود إلى هذا المنفذ. فقال له جبريل: هذا الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة التي فيها ضرر على الناس وفتنة، ثم يريد أن يردها فلا يستطيع. ورأى أناسا يسرحون كالأنعام، على عوراتهم رقاع ستر صغيرة. قال له جبريل: هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة. ورأى قوما ترضخ رؤوسهم، أي تكسر رؤوسهم ثم تعود كما كانت. فقال جبريل: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن تأدية الصلاة. ورأى قوما يتنافسون على اللحم المنتن ويتركون اللحم الجيد المشرح. فقال جبريل: هؤلاء أناس من أمتك يتركون الحلال فلا يطعمونه، ويأتون الحرام الخبيث فيأكلونه، وهم الزناة. ورأى أناسا يشربون من الصديد الخارج من الزناة. قال له جبريل: هؤلاء شارب الخمر المحرم في الدنيا. ورأى قوما يخمشون وجوههم وصدورهم بأظافر نحاسية. قال له جبريل: هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس. والغيبة من أشد أسباب عذاب القبر، هي والنميمة وترك الاستنزاه من البول، وغيبة الأتقياء من الكبائر. اللهم احفظنا من الكفر والكبائر والصغائر، وأعد علينا ذكر الإسراء والمعراج، وقد تحرر الأقصى وتحرر كل شبر محتل، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.